ناوي تصير؟ أبي حصة بتقوم حصة؟ بس بتعشى عندهم ولا بتعشى في الفلاح؟ ولا شو قال لهم سوي لك عشاء؟ يومين اترياك، يومين الصبح ما يتني، ليش؟ كل اللي واد بيقول صلاح وين؟ صلاح وين؟ اليوم سناب ما يتشاهد صلاح محد. كيف؟ إن شاء الله. شو إن شاء الله؟ يعني آخر مرة؟ بكرة بتي؟ الساعة كم؟ لا أعرف. لا لازم الصبح. شو إيه؟ سباح نسيت سبعة بتي بلاي سبوح نسيت لازم بتسبح بتي ذهبتين النهار الصبح كم بتي الصبح أدري لا 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 أول تعال عندي أنا خلاف بيت بدرية أول تعال عندي أنا خلاف بدرية نزيل الساعة كم بتي ها قول الساعة كم بتي الساعة كم ما أعرف لا كل شيء تعرف ما تخلي شيء ما تعرفه يوم تبقى ان شاء الله الساعة كم؟ ما يعرف الساعة 6 عليك صلاح تكذب علي؟ انا اخوك؟ ما يعرف الساعة 6 ما يعرف لا تي الساعة 6 6 تي؟ تعال الساعة 8 زين الساعة 8 بتي زين يلا ترياك مع السلامة صلاح اي مع السلامة بلاك تي بلي خاطر اخ عليك الساعة كم؟ لا تعرف كل شيء تعرفه يوم تبقى كان تبقى تصير بانكوك شوف رياضة بتسوي الصبح لا انت سوي رياضة الصبح عقب تعال ها انا مينون اخ عليك هنا اي شو حينه تعال لسانك بتي باكر الصبح الساعة 8 يلا مال لا هدي خلص التمرين الحين مصايف الليل اصلا متساير انا مخر اليوم تسع واصل النادي تدون هذا الاشارات الخاتم اللي يحطونه ورا التليفون يقبض التليفون يوم تصور هذا طاح وحين ما تشوف التصوير كله مبعدل كنت في خاطري وانا ظاهر من الجيم بخطف الكاوي اللي يبيعون الاكسسوارز مال التليفونات ما لحقت عليه كذي سكره كذي مسكره هذا ماشي والله الحين ساير البيت انا و شفت عمري فيه هب ان شاء الله انا بعد اليوم اللي بارض عند خروفه يا غير بشوف عاد اللي مخلاف سامحوني دخلت عرض الله يسلمكم هذا واحد يسالني يقول لي شي خروفه اليوم ولا ما شي خروفه فالرد مبونا المفروض حقه هو غير حياكم كلكم ما ابوي السلام عليكم العذر والسموح من جنابكم تعشيت وياني الرقاد ولا برو ما عد خراري انا سحت لساني ثقل انزين ومعاوضي ان شاء الله وابشروا بالعوض ان شاء الله باكر ورا باكر بنعدلكم هاجر خريري في الفنان سبحان الله مرحبا 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 ابو ولد احمد جود مور بعد متشلح يا سلام عليكم يعني شو هالتاخير؟ نسيت ابو شحام يلا صلاح منو هذا؟ لا هذا هلال بن محمد القبيسي اعرفه وين يا تعرفه؟ وي ها شو اسمه لازم صراحه تيبه معانا ورا البحر يا رجال بتصير ويانا البحر؟ إيه؟ بيصير قال هي والله ها صلاح بتصير البحر؟ عازم منك هلال مشكله ما في مشكله قال مره شي مشكله يلا الاسبوع هذا ولا اللي عليك ما يب صلاح من يومين انت بلاك ما جبت صلاح لا يومين ليش ما جبت صلاح مستشفى ما ليش شو بلا سلامه ايوه بلاك متخوصر ما ليش متخوصر نزل ايدك عيب هي شو صلاح انا الحين بدخل اطالعها انزهبت بحط لك اصبر صلاح يدري نسوي اليوم عصيده بوبر يا سلام عصيدة بوبر اليوم لكن شيرتها ما بشير العادي بنسوي شيرة دبس نسبة البوبر 90% 90% يكون كله بوبر عسى بيسموها عصيدة بوبر ما بعصيدة ماء وشكر والعشرة بالمية اللي هو الطحين العشرة بالمية طحين وتسعين بالمية بوبر هاي تغدي هلثي وصحي إن الله جعلنا من الحيين دبس نسوي شيرتها دبس ما بنحطها الشيرة العادية المتعارف عليها
يلا خلاص عاد وقت الضرب بخبركم. شوف فيدي ها ها ما سويت ريموف ذا ووتر هذا الحين نظهر لنا الحين الماء. الماء ما هنظهره ما نخليه بس شيء ما تاكل الطحين وايد شيء بسيط. انف 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 الحين الحين نحط الدبس معاي. شو حبيبي زين اصبر العصيد على بول عصيده يبغى لها صبر. يلا جايينك. شو ما وقفة الدلة؟ لا شو هي؟ زين قولهم يلجمون غيرها. سر سر يلا سر قولهم يلجمون دلة جديدة. يلا. ما بلا. نسأل الاسم. هريس هريس. هريس. هريس قول. صلاح. صغر عليه. هريس. تعال يبقى هوا. قول له. خبره. قهوة 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 اسمعني ها مجمر مجمر انت اوكي يوميك قهوة انت وحالك انت سربت الدلة كاملة إيه؟ انا ما ابطيت خمس دقائق سرت إيه؟ وسربت الدلة لا اكل دوس وين ما تروس لا انزل لا تريها انت متعني من صيد صلاح بين نروح بيعدلون كل شيء يلا تعال نعم إلس 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 صار وايد في الفلاح سي شوية مك وايد نحن شو محمد بن زايد ايه يعني وايد مطاعم الحمد لله الحمد لله وانتو وايد شوي شو اللي موجود اللي موجود بس البوبر البوبر ويا الدبس الشيرة مالت البوبر حطينا لها دبس بس بغدي شرات المخ ونسبة تحشوف البوبر كل بوبر ما ماشي مرة ماشي ما على هالأساس تغدي تختلف يعني ما بمال بياعي طريقه مش حق مطعم هاي يوم لازم يخدمها حق بيته حق حد جايين يعز عليه ولا حد غالي عنده هاي الطريقه هذا مثلا اكثر عن 6 ل 8 كيلو بوبر زين اللي من غير اللي من غير يحطون ربع بوبر ربع كيلو بوبر شل هذه شلها شو هذا مثلا يكون عرج فيشلونه العرج ما يخلونه عرج يعني جليل ما تلقط عرج في البوبر البوبرة يعني عصيدة البوبرة تكون متقاودة ما فيها شرات الهدوب ولا شيات فقادي مرة مخ هاي طريقتها عبارة عن شو بس بوبر ما في أي شيء ثاني غير الدبس الحين بريكم الطريقة عاد شقاية يلا يب سامانة طعمت لقط شوية دبس يبالها فزدناها شوية دبس شوية دبس يبالها بحيث شو زايد لازم نزيد لها الطحين نزايدها بس بالطحين واخر شيء نحط لها قطره دهنه نحط لها قطره دهنه ونحط عاده الزعفران والقناط والمورد وتتخلب وتسكر لين ساعه على الاقل 45 دقيقه يبالها حط الطحين وتتقطع زين ما زين تتخلى على الاقل 45 دقيقه تغدي عاده تتقاود برويكم اخلاف عاده من الحين لين 45 الطريقة. يلا يلا لا مارو لين تاخذ كفايته ما تحد تسألني عن المقادير ما اعرف المقادير انا لين تصير وتتقاول يخلونها شوي ليله لجل عتب طحين ايه ابو عبد الخلاف حد ينقد عليكن يقولكن والله المسباح منخرط في عصيدتكن يعني مفلفصه لازم ما تتفلفص اها كل ولا الفلافيس عاده كل ولا الفلافيس الحين عاد بتاخذ تشير على الاقل 45 دقيقه شيء فيها فلفوصه ولا شياته ها شوف نحب هذه تتقاود لازم الطحين رقم واحد فرق بين عصيدة البوبر يوم نحط لها الدبس واللي نحط لها الشيرة الشيرة تغدي صفرة وهذه تغدي لا بالنية تميل للون عادي نحط لها حين الدهنة نحط لها الدهنة ها تازم أبويا روحها لين
تفتش عن قاعة الجدر العصيدة العصيدة بخذوه غلوه ها لا بد أبوي من الخدم الفنان يوم بتخدمين خدمين حق الري الخدمين أبوي شيء زين لولايتي وقت تكنس لازم الخاشوقة صغيرون تكون زاهدة أي شيء يلاف ولا شيات تامة من قرف البوض الحين عاد مرة يوم تذهب حطوا أبوي زعفران والقناد وسكروا عليها بس نزيد يلا يلد عليها يلد يلد نزيد ليش الحين آخر شيء نحط الزعفران والقناد لأن تتم ريحته إذا يحطون ريحة الزعفران للزعفران والقناد وقت الطبخ تخوز الريحة لأن هاي مادة عطرية فيوم تقربها الضوء تخوز ريحتها كيف تنضل العصيدة حينه تنضل العصيدة يحطون حوالي فنجالين ماء على وجهها ويازمها يشقشقون العصيدة عسب بتشقشق الماء هذا الفنجالين هاي يوصلن في قاعة الجدر وهذا اللي ينضي من تتغطى هذه تغطى الجدر وكبره زين ما زين ما يتنسخ أبدا ينضي اللي ينضي العصيدة تسكير مثل العيش ما بلا يكوع طبيز لا لازم أبوي تسكير عن التسكير لا بد ولا عذر هنا شو الطريقة هاي هي اللي تخليها تتقاود يتسكر زين ما زين وحط عليه المنحاز العود هذاك شوفونه هاك نحط معاه الجدر ايوه الحين شوف الحين قايته شوف من مشتل العصيدة عن الجدر هادولك بس ايوه شوف ها مشتل العصيدة عن الجدر عن قاعة الجدر الماء دار حاليا الفنيالين ده اللي حطيتنا اخر شيء مع الدهينه فتش بين العصيده والجذر فحين تسكر وتنضى يلا هذا قرطاس يميع القرطاس يميع يلا وين قطاه قطاه وين يخطف في شفه وهذا اللي الحين يسوي في شفه اهم شيء التسكير شو لازم الجذر ما يتنسخ والضوء هبابها تلحق الجذر 45 مينت 45 مينت and call me يلا قواك الله اولنا شو اللي مخلينك انت اليوم في المطابخ عيب نحن ابوي لا بعيب ولد شياته الشيخ والعشيري المهندس الدكتور كلن يطبخ عاد كاتبه والله عيب الريال حتى لقيتها لا تعرف تطبخ وريلها لا عجبده من صواطها والسقم اللي تخدمه له هي نعم عيشي وتحرون شو تقول الحين انت خلي ولي هذا شو تقول انت العصيدة 45 دقيقة بتكون جاهزة حاضرين هارك طيب يا سيدي قلنا لا لحبيبي قلنا 45 دقيقة مو 45 ثانية اصبر هاك اللي يوع انت فيه لا حبيبي لا لا اصبر منو تكلم صلاح شريفة ما بشريفة لطيفة الدمام الدمام لطيفة عرفت وين تعرف الحين انت؟ انا كذاب؟ عرفت ما تعرف تقول شريف انت؟ طيبة لا لطيفة طيبة فرق بين شريف ولطيف لازم تعرف لطيفة غير وشريفة غير فيقل سلسل صلاح عميل خلص الليل شوفه حبيبي بعد أنا يخلص لا لا خلاص اصبر الفلوس ما عليك ما عليك باس خلاص خلاص اصبر الحين دريولك يبي يصير الحي ايه انت عندك ملايين وايد داخل البنك ايش كله زين خلي يصير الحج على حسابك حسابي المالي إيه؟ رشيد إيه؟ زين صدف طالع فوق زين رشيد شوف اسمع انت تسافر دريولك بس فوق شوف واحد يصير على حسابك انت وواحد على حسابي انا شو رايك بنصير حق هل بالقصر نقول لهم بيعطونا من زكاه بيزات صلاح تحينه ان شاء الله يميع الملايين والزكاه ما تظهر ما تظهر الزكاه انت زي صد فوق زين شو قلت هذا هي وعبا وين كي واحد بتشتري داد يعني زي سر خلص البرد عاد الحين دوس شو شو اللي على الحجره انت ما بتصير بانكوك لو تبصير هذا هي لا انا الحين حبيبي شيء عندي سفره تاريخ 5/4 انت مسافر ثاني بسافر لا بسير ويا هل بالهلال ثاني وثالث ورابع عليك با بنصير ويا هل بالهلال زين هذا تطوع حبيبي تطوع ما حد ما يبل اجر
يا حبيبي عند هلب الهلال وبنسير خلاف لندن. جهنم؟ لا لندن. تعال ياي، تعال يلس، تعال. الحين كل يوم انت تاخذ 100 وتضبط هذا مال الريسيفر ونهار ثاني يخترب، ليش هذا نمو الترتيب انت؟ يلس يلس يلس. ليش انت كل يوم هذا النمو تشتغل؟ كل يوم تشتغل وتقبض 100 وتسير مرة ثانية 100 وخلاص. انزين قول لي صلاح افتن عليه، تعال يلس انت يلس بيته يلس. انزين افتن عليه، قول لي ليش تاخذ كل يوم 100؟ انت؟ انا خادم احمد. خادم احمد؟ من وين؟ خادم احمد. بلاد؟ بنغلاديش. بنغلاديش، شو بيبي عندك؟ انا بيبي. تنين بيبي. ولد بنت؟ لا بنت. تنين بنت؟ شو اسم؟ روضة وفايزة. روضة وفايزة؟ ما شاء الله عليك يا ابو روضة. عطى بخشيش حق بناته. لا عندك فلوس؟ لا 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 داخل هاي هني في التليفون شيء. الحين تعطي حرام. حرام. شو هذا ظهرت مخباك؟ لا هني بالبيزات هاي اللي هني ها. لا هذا صالون. انزين صالون عطى منك خلاص بتزيد هم منها. يلا هي بنات هنتين عنده. وحدة حق فايزة، 10 حق فايزة وعشر حق روضة. روضة يلا. بوسة حب عادة. لا 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 ما تبغى يحبك بسوي بوسة. خلي يحبك صلاح. مشكلة أنا. لا ما مشكلة سوي بوسة. لا. بوسة. لا ما تبغى يحبك. ليش صلاح مسكين. ما تبغى بوسة. ما حلبت. خل بيني زين الحين مثثن كلينكس. زين مثثن كلينكس وزهبهن يلا الحين بني. يلا 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 سر جاو. الحين هاي اللي عدالك منو؟ هذا اسد. وهذاك رشيد. رشيد رشيد علي انا واسد دريولك عليك، شو رايك؟ كيف يعني ما شي مشكله؟ لا ولا الاثنين على حسابك، شو رايك؟ لا انا وهذاك علي انا. زين اثنين على حسابك حبيبي، انت عندك بيت صلاح اكيد حاب تقول بعدين ما قلت ها شهدوا عليه من حضر الاثنين بوديهم الحج، حج وعمره السنه مشكله على حسابك. يلا توكل على الله. هل بالقصر سمعتوه اظهروا من بيزات صلاح ابويه من السكه وهاي دريوليتنا باثنين اتم ها واحد منهم طوع كم كبر لحيه 80 واثنين صلاح قولهم انا ما عندي خلاف ابا دريوليتنا يصيرون الحج قول ان شاء الله يلا شكرا صلوا حبيبي يعني يلا شكرا صلوا بعد نزل راسه يلا يلا قوم نسير بن عصيدة؟ لا 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 الحين واحد دقيقة بنضربها يلا بنحط لكم بنودي وين نبقى زين يلا يلس يلا 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 مرح واحد مرة يلا فوق فوق يا سلام يا سلام يا سلام مرة قد تبدأ تخوي الضغط حينة؟ إيه؟ يلا هذا دكتور أول شو؟ دكتور. شو هذا؟ هو دروس دروسه؟ زين بس يريد الأسنان أول؟ ما لا ها حق دروسه هي؟ يعني دروسه ال يلا سر يلا هاي أقول لك العصيدة اللي تتقاود فهاي هي غير البانة طق وطق 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 يا سلام يا سلام ها قلت كان العصيد اللي تقها يقول هالبانة ها هاي هي البانة هاي هي البانة أنا الله تآب الرجيم ها صح يقول لك تنشبها وايد ها تتمايل أنا بيهون علي ودر أنا الله تآب الرجيم يلا 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 تغدى ما أريد اليوم اوه يا ابو اوه حتى ما برنس ثلاث ايام جلطة التيلات اخر شيء ها لا تقول ما قلتكم ان الله تقاب الرجيم ولايتية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير أول مرة استعزم
على غداء في ابو ظبي في مطعم، في ابو ظبي في مطعم اول مره على غداء. المطعم كان فنان وموقع بعد اكثر واكثر وكل شيء فنان وكله غاوي، لكن عاد منو رام ياكل من عقب هاك العصيد اللي كلته؟ ومنو رام ياكل ولا اكلهم حامز من اروع ما يكون، والموقع مرة على البحر على الكورنيش، يا اخي ما حد رام ياكل. كان يوزع عمري هاك الصحن العود عصيده البوبر، عصيده بوبر بالدبس يعني، ولا يمت هذاك الشيء كله. قلت بي يا حبيب النبي بعد حد يروم يتغدى من عقب هاك الصحن العود الضحى العالي، بعد ليته الصبح الفير الضحى العالي من عقب هاك الصرات كله، بعد اسير استعزم على غدا؟ عزمت ابوي لانجب باطراف اصبوعي يعني قوت على اللي يموت هباب ما طعمه لك الكل فنان يا غيره. ما رمت اكل، ما رمت اكل، كيف بروم اكل؟ بطني ممزور، ما اصلا ما انا سايب ما على اساس انه غدا، على اساس اللي قهوه يعني بي عازمني ريال على قهوه يعني اني اتعارف ويا رياله في اتفاق بيكون بيني وبيني يعني يا خير في شغل يعني استعمل. دريت منه بوصل عند الظهر وبتاخر عند بي وقت الغداء، لكن شو يا ود الحلال تفعل الله شر البلاء. انزين الموضوع اليوم طالت عماركم موضوع الاحسان، الاحسان والمعروف. موضوعنا اليوم موضوع الاحسان والمعروف، رد الاحسان اللي انا اطريه، مش انك انت الحين بتتحسن على حد ولا بتسوي معروف في حد عادي، لا ترد معروف حد مسوي لك خدمه او متعبل منك بشيء او خادم منك بشيء، انت بترد الاحسان هذا. وكلمه الانسان المحسن، المحسن هاي رتبه وايد عاليه، مش اي انسان يقدر يتحصل عليها رتبه المحسن. ومن اعظم واروع صور الاحسان، الاحسان الى والديك، والديك اللي هم لهم الفضل من بعد الله وجودك في هالكون. اليوم زد من دون الايام كل الكره الارضيه تحتفل بعيد الام او ما يسمى بيوم الام، انا روحي اسمي يوم الام، مستحيل اسمي عيد الام. من طرفي انا روحي الانسان اللي بس اشوفه اليوم متعبل بامه وغير الايام هاي ناسنها حاطنها على الرف، هذا نوع من انواع الشقاء. أبوي الله كاتب عليه الشقة دنيا وآخرة، إنك ناسي أمك دهر ما تتذكرها إلا يوم واحد من حول لحول. 360 يوم ما تطري عليك أمك إلا هذا اليوم بس، هذا يوم عيد هاللم. هاي العادة ما بلنا نحن، العادة أبل لي عاد اللي بيزعل منكم واللي بيرضى على هوا، لكن في رأيي أنا العادة هاي ما بلنا نحن أبدا. ما العاد ابوي عند الاجانب لانهم الله يحفظكم كانهم ذكور ولا اناث، من عديهم سن 18 هيروا هالي يتم، اظهروا من بيوت هالي يتم وما يجونهم الا من حول لين حول، يجون حق اللم بس يوم عيد اللم ويابوا لها ورده. كل واحد منهم هذول كان اما في التقاعد ولا في مال المعوقين ولا شو اسمهم هيك مال العجزه، يوهم وحق اللمامي هو هابي بيرث داي ما يسمون هذا يعني عيد الجلوس عيد اللم. انزين وكل واحد جايب له ورده من حول لين حول، وعلى هالحاله على هالمنوال من حول لين حول يجون اللم يجون حق امهاتهم، خلي الابو حليله شار دار عليه. ما يجون الاجانب هذا اللي اطريهم انا، ما يجون حق اللم الا من حول لين حول، فالطبيعه هاي ما بلنا نحن. السلك هذا ما بلنا نحن ابدا، السلك هذا سلك الاجانب، السلك هذا سلك الاجانب، ما بحق ما بسلك المسلمين. لان 360 يوم ما يشوف اللم، يشوفه متى؟ يوم عيد اللم، يوم واحد من حول لين حول يزورها. في 360 يوم يزور امه يوم واحد زروا على رقبته بحبل، كيف يهون عليك؟ الاحتفال اللي اليوم يرمسون عنه هذا للمحرومين الأشقياء للناس اللي الله مفرق شملهم مشتت جمعهم، ما بلنا نحن، ما بل الفئة اللي نحن ننتمي إليها الاحتفال. نحن بوي أيامنا كلها عياد وكل يوم احتفالية عندنا، احتفالاتنا ما توجف، من تصبح وتمسي شاهد أمك وأبوك وكانهم حيين وماتوا وترك ترحم عليهم بعد صبح ومساء.
حد منكم انتم يا المتابعين الكل منكم الجميع من يصلي ما يقول ربي اغفر لي ولوالدي؟ احتفالية هذه، ايامنا كلها احتفالية، كل حياتنا احتفالات. لم اللبو يخصص لهم يوم، هذا ما ببه لهم الدهر، دهر ابوي الوالدين، ابوي الوالدين شيء اظهرت من يزاهم، لو ما بهم لا كنت ولا استويت. وبالاخص الوالدين ايا كان وضعهم، جنسهم بيض سود شلق بلق محيسين، ايا كان شغلتهم مهرتهم مستواهم العلمي بوظيفتهم، ايا كان تاج على الراس دبة الحياة. حين انت يوم تحيد عمرك حول كامل ما جيته ولا وايجت عليها، جايينها عقب ما خطف حول تهز جسوفك يا بالها هدية. ابشر والله بعثرك، ابشر والله بالدرك الاسفل، ابشر ابوي باكر عيالك بيلعبوا بك شي طميط يخلونك. تحين يوم جاي فرحان بهديك تحرى انت، هذا بر؟ هذا ما بر من حول لين حول، هذا نوع من انواع العقوق. عقك الله في حامية اللهب انت ويا الله، عقك الله في حامية اللهب انت ويا حرمك فوقك، لان حرمك بعد مسودة وي تساعدك على اضعفة البخت. يا الله عاد كم اكثرهم احنا بيقولوا ايه ومحمد اليوم قاعد لنا مطوع، ابوي ما يبال طوع، هذا بر الوالدين يبال طوع؟ بر الوالدين ابوي ها شيء في رقبك، انت شيء ابوي معلق في رقبك، دبة الحياة ما يبال طوع ولا يبال شيء. بر الوالدين هذا ابوي امر من الله جل جلاله، يا امرك الله انك انت تغدي بار الوالدين، مش مخير في بر الوالدين ولا عندك الخيار، هذا امر صريح تبر والديك وانت ريلك فوق رقبك. يخرونك هاي الحين يحطون على سناباتهم وعلى وين ما يبون عن عيد اللم، الحين عيد اللم ابوي عيدها دوم صبح ومساء، ما امس ما طريته وقبل امس ما طريته وليه قبله حبكة اليوم، هذا ابوي اليوم ما بلنا نحن حق غيرنا، نحن ابوي ايامنا كلها عياد، يوم بتعطيها هدية لادمي اللي يروم ومقتدر لو كل صبح على كل طالع شمس تروم تقدم لها هدية، بعك ما بتظهر من يزاها، انك بتظهر من يزاها ما تروم تظهر من يزاها، لو ما هي لا كنت ولا استويت ولا صرت ولا شبيت، يعني لك ما تكبر. وكل انسان تشوفون رب العالمين الله ميسر له، تأكدوا ان هذا بار والديه، تأكدوا ماشي مجال. ومن علامات لادمي اللي بار والديه رضى الله من رضى الوالدين، اكيد الله سبحانه وتعالى من يشوفك انت بريت والديك يرضى عنك ويسخر لك الارض من عليها ويجعل القبول في وجهك وين ما تصير، يفتح لك بيبان مغاليج بيبان مغلقه رب العالمين ييسر لك اياها بكن فيكون بامر من عنده، حيث انك مرضي والدي اني اعرف ريايين، عارف رجال من أكبرها وأسمنها وأكبر المناصب، لأنهم ما يصرحون دوامهم إلا أول يتقهون ويا أمهاتهم، يودر حرمته من طبنه، يعلها طبنة هلكه ينه يودرها ويشاهد أمه يتريق وياها، ما يهني الريوق إلا مشاهد، السبب يبي يرضيها وخاطر القلب ما يهني يظهر أصلا، لو عند ما عنده ما يهني يظهر من وجه الباب حتى شف روحه، ما يهني ضينه ما يهني يفلح الباب شبر قبل ما يوي همه ويطيب خاطرها ويشوفها شو تبى شو ما تبى، عندها مليون بشكار وبشكاره، لو عندها مليون خادم وخادمه، لا بد ابوي من الولد وتتربع تحت ريولها، تهز شتوفك عيد اللم، عيد اللم ابوي ما بلك انت ولا بلشنتي، عيد اللم ابوي نحن كل ايامنا كلها عيد بعيد، انت من المفروض ما بتيهم تسويهم عيد اللم، من المفروض انك انت تبادر بالاحسان دبة حياتك صبح ومساء. كلام للمرأة وللرجل، يعني الاحسان هذا النوع من اهم انواع الاحسان، مثل ما قلت لكم قبل بر الوالدين، حاليا يوم بتبرهم انت ترد لهم الجميل، ترد يا رجال لو تشوف تفراتك انت قبل اول ما استويت فضل عنك، تفراتكم بنبرزكم بخياسكم ما فضل عنكم، يشوقلون بكم صبح ومساء، شو هذا الأداب؟ الله لو أنا منهم
لو انا منهم اللي يشوفون عمارهم على اهاليتهم يني ولا عبرهم عصا مطرق تغني على ظهورهم صبح ومساء هاللي ما يبرون هاليتهم. لا بعد الحين علومه جديده يتأففون من يشوفون اللم واللبو تموا يتأففون. انت الحين تراك بتسوي خير واحسان ورب العالمين بياجر. إن هذه انت اللي تتأفف عسبها وتتأفف من رمستها. هاي كم تعبت وكم شقت وكم تمت تشوق قلبك ليلة بليلة. هل انت تتأفف على سبها كم ليلة بليلة ما باتت الليل يا ست حاتيك الا كم ماد حمادات باردة الا حطوا له تحميله ولا شلوا التحميله الا محموم الا بردان. شو بقول لك عاد امور وايدة اموركم. يوم انت يا اهل وهي تباريك وتزاحيبك يدهين لا تنشبين وتزيغ عليك من الهوى الطايع لين كبرت ولين عرست ولين جبت عيال ولين شوبت وهي تحاتيك. كيف انت ما بتبرها؟ بلاك ما بتبرها لا بد انك تبرها. شوف الفرق بين الحالتين. اللم واللبو تعبوا عليك لين كبرت وغديت بغل كم كبرك وانت شو بتسوي؟ بتباريهم؟ شو بتسوي يوم كبروا وصلوا بالثمانينات 85 بتباريهم تقول يا الله يا رب بحسن الخاتمة تدعي حق منو للمك وتدعي لهم بحسن الخاتمة. شو معنات حسن الخاتمة؟ الفراق. هم يدعون لك بطولة العمر وانت تدعي لهم بحسن الخاتمة تبى الفراق. الفرق بين الوالدين والعيال هذا الفرق. هم يدعون لك بطولة العمر وانت تبى آخر الأيام ان الله يفك. وايد العالم تدعي حق هالية طولة العمر وان الله تحسن خاتمتهم. تحسن خاتمتهم يعني سيروا ويلا برايكم توكلوا على الله سيروا في بالفكا عيز خلاص كم بيت ريا هو شوب وهم بعدهم باجين يا الله بحسن الخاتمة عيز. أوي. عيز حيلك وظلم ليلك يلي تبى فراقهم من هم يدعون لك طولة العمر وانت تبى فراقهم يعني الله يفرق ما بينك وبين نحن واللي نعرفهم صدقان أنا عن عمري أنا ما أعرف حد ما ببار بوالدي كل اللي أعرفهم شالين أمهاتهم وأبهاتهم فوق روسهم يعني ليه لأن ربينا على هالشيء ما بشيء جديد ما بشيء عتوة توه شيء حديث توه جاينا نحن بر الوالدين بارين بوالديهم وراثنا المذهب والسنع هذا من هاليتنا أما سووا هم بوالديهم نحن سووا وإن الله جعلنا من الحيين عيالنا بيشابهوننا نحن وعيالهم بيشابهونهم والدنيا أبوي دين وسلف ما شيء بارخ أبوي. هذا هنا ما بغادركم خطيب اليوم يا غير كلمتن آنسة في صدري ترقى وتنزل ترقى وتنزل قلت أبوي أطر الجربة نفاء. عاد الحين عيستنا من التهدريب وبصير شوي بريح وياني سؤال من واحد من المتابعين في قطر يعني الله يحافظه وحين برد عليه الجواب. سؤاله يقول أنا قبل كم يوم قلت الدهنة تخترب يا إذا تنحط في الثلاجة. هي تخترب؟ نعم. متى تخترب؟ الدهنة تخترب في الثلاجة في داخل الثلاجة إذا تظهرها وترد تدخلها تظهرها وترد تدخلها تفقد ريحتها وقيمتها الغذائية وتخترب. في حال اي انسان خذ دهنه جديده وخلاها في الثلاجه براي خليها في الثلاجه خلاص الحين شيء صار واستوى يسوي يظهر منها وهي داخل الثلاجه المقدار اللي يبقى القياس اللي يبقى قياسه يظهر منها من غير ما يحمها وهي يامده. ان اظهرتها من الثلاجه وحميتها ورديت دخلتها في الثلاجه ويمدت واظهرتها وحميتها ورديت مرتين لازمة الدهنة تغدي غير صل ولا ودش ولا سم هذا ما يغدي دهن سم سقم ريج. فاللي يسوي هالنمونة ما شيء بما معناه اللي دهنته اللي عنده دهن وتخلاها في الثلاجة ترى خلاها حينه واللي ما تخلاها برأي لا يخليها خاري واللي تدخل دهنت أبوي في الثلاجة يسوي مثل ما قلت له فهمي ولا أنا فهمي يلا بس عليكم أنا مسخلاه إذا الله جعلنا الحين.
عيد الام عيد الام هو ذي حق الاجانب عيد الام الاجانب ما يشوفون امهم ولا في السنه مره مو احنا احنا الحمد لله عندنا اللمه وعندنا الخير والام ما تبي هدايا ولا تبي يوم واحد خلنا في دور السنه مره واحده الام تبي لمتكم تبي حبكم بروا ابوكم تبركم ابنائكم حبوا اهلكم يحبوكم عيالكم ويعطوكم الخير ان شاء الله يوفقكم العظيم ييسر اموركم هذه الوالدين الوالدين مو بيوم واحد ونقول لهم على سلامه ولا تبي الام بس هديه تبي لمتكم تبي طيبكم تبي حبكم تبي دار مدارها عن الدنيا كلها.